بدأت اليوم بصنعاء أعمال المؤتمر الوطني الأول لمناهضة عقوبة الإعدام للأحداث والتي تنظمها هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل على مدى يومين بالتعاون مع منظمة اليونيسف والاتحاد الأوروبي. نتابع. الأحداث ومناهضة إعدامهم في اليمن تترنح بين الحقوقيين والواقع. اليوم على أعتاب جرائم تمس الأحداث عقد المؤتمر الوطني الأول لمناهضة عقوبة الإعدام للأطفال الذي أخذ في نقاشه منح الجدية ومساندة الطفولة. تم رصد بما يقارب 310 حالات، منها 52 حالة صدر فيها أحكام ابتدائية واستئنافية وعليا، غير ثلاث حالات تم إيقافها من رئيس الجمهورية بعد نفاذ كل الترافعات وصدر فيها أحكام نهائية وعمدت من رئيس الجمهورية السابق والرئيس الجمهورية الحالي، وتم الآن إعادة النظر في هذه الثلاث القضايا والآن هي منظورة أمام مجلس القضاء الأعلى. تتصدر اليمن الرقم الرابع من بين دول العالم التي تحد شفرة القانون على رقاب الأحداث، وتلك عقوبة يناهضها كل ناشطي العالم، وهذا المؤتمر جزء لا يتجزأ من إسناد ودعم الأحداث. نحن في المجلس الأعلى للأمومة والطفولة نسعى إلى توفير بيئة حامية للطفل بشكل عام، ومن أساسيات الحماية هي إعطائه حقه في الحياة، وبالتالي مناهضة عقوبة الإعدام. نحن عملنا برامج كثيرة جدا في هذا الجانب، منها أولا الأساس وهي التشريعات والقوانين، حيث تم تعديل التشريعات والقوانين بما تضمن حق الطفل بالحياة ومنع عقوبة الإعدام. للأسف الشديد أن هناك أربع دول على الأقل ما زالت تمارس عقوبات الإعدام على الأطفال دون سن 18، وللأسف الشديد اليمن هي واحدة من تلك الدول الأربع. تشكل الطفولة 46% من سكان اليمن، وبهذا الرقم المهول يستنتج إن ما يقارب النصف من سكان اليمن أطفال، ومثل هكذا مؤتمرات يجب أن تتأكلها كي ينعم جيل قادم بالأمان لبناء يمن جديد. صالح الضالعي، حصاد السعيدة.